السوق السوداء شهدت هذا الثلاثاء مجزرة جديدة ضحيتها العملة الوطنية والوحش المفترس والعملة الخضراء. فبعد هذه التقلبات انخفاض وارتفاع مفاجئ، كيف يقرأ الخبراء وقائع هذه العصفورية؟ اليوم في انهيار كتير كبير للثقة بالقطاع المالي والمصرفي، عندنا اضراب المصارف، عندنا عدم وضوح بالرؤية لوين رح يوصل هذا الاضراب، هل رح يوصل لكفاية المصارف او هل رح تتحلحل الامور مع القضاء ويرجعوا يفتحوا المصارف، فبالتالي في عدم يقين، الناس مش عارفين اذا رح تتحلحل ولا رح تكبر، فبيخافوا، اللي معه ليرة بيركض وبيطلب فيها دولار ليحمي نفسه. ونفس الشيء حالة عدم الاستقرار عم تكون موجودة بالمصرف المركزي، التحقيقات اللي عم تصير مع الحاكم، الحديث عن الوصول إلى فراغ بحاكمية مصرف لبنان قريبا، مع يمكن عدم وضوح الرؤية على من سيكون البديل، هل سيكون هناك بديل ومن ما هيك، وبالتالي كل هيدي عدم وضوح الرؤية، كل عدم الاستقرار، كل الخوف من المستقبل عم بيترجم بانهيار أكبر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار. إليك التقلبات الحادة لأسعار الصرف أكيد رح تكبر مع الوقت، لأنه 10,000 ليرة صارت أقل من 10%، يعني إذا عم نحكي سعر الصرف نعم، اليوم 120,000، ال10% بتعطيك 12,000، قبل وقتها كان سعر الصرف 3,000، ال10% كانت بتعطيك 300 ليرة، ما هيك؟ مشان هيك 300 ليرة تبع قبل بتوازي 12,000 تبع اليوم، التقلبات رح تصير أكبر وأكبر مع ارتفاع سعر الصرف لأن النسبة عم تصير أعلى. إذا ما بقيت الأمور على هذا النحو، أي مصير ينتظر الليرة؟ اليوم كله صار مدولار، ما بقى حدا يصمد مصرياته بالليرة، اللي معه شوية مصاري بده يضبها بيضبها بالدولار، الليرة بس عم نتخلص منها، يعني أنا إذا بدي أدفع شيء بروح بدفعه بالليرة، بس انا اذا بقبض شيء بدي اقبضه بالدولار، واذا ما قبضت بالدولار بركض دغري وبحوله لدولار، الا اذا عندي شيء دفعه، ما هيك؟ اللي عم جرب يقولوا انه اليوم البلد عم يتدولر. حقا إنه اضطراب لا تقوى على اللحاق به علوم المال والاقتصاد.